مرحبا، أنتم تشاهدون قناة فانيا مانيا. أنا مانيا. وأنا فانيا، وهذه أليس. سوف تنام أليس عندنا اليوم. مرحبا يا رفاق. ها قد عدتم. مرحبا. مرحبا للمرة المئة. مرحبا. لدينا تحدي البيت ل24 ساعة. بيت؟ أي بيت؟ سأريكم، هيا اتبعوني. حسنا. حسناً، هذا هو البيت الذي بنيته للتحدي. واو. أريد أن أدخل. وأنا أيضاً. وأنا. إذن دعوني أفتح لكم. واو. واو. لوني هو الأزرق. لوني هو الأصفر. لوني هو الأحمر، لكنني اخترت زهري. ولوني هو الأخضر. أولاً عليكم تزيين غرفكم بألوانكم الخاصة بكم، لكن لديكم فقط ساعة واحدة. 3، 2، 1، انطلقوا. سوف أستخدم هذه لكي أسترخي. لن أستطيع أخذ هذه. يمكن أن أخذ هذه لاحقاً. أستطيع أن أستخدم هذه سلة. لا، لا تستطيع، إنه لون رمادي. لأنه رمادي. أعثر على شيء آخر. دولفين؟ نعم. أهذا دولفين؟ نعم. أعتقد أنني انتهيت من هنا. أنت محظوظ، لا يوجد شيء أخضر هنا. ثقيلة جدا. حسناً، لنذهب من هنا. أوه مانيا، كن حذراً. ما الذي تفعله؟ كيف ستنام على هذا؟ نعم، إنها مريحة. لا أعتقد ذلك. لم أجد شيئاً أخضر، لا شيء. الليغو. أحتاج هذا الليغو للسرير. فكرة رائعة يا مانيا، لكن ماذا علي أن أفعل؟ لم أكن أظن أن اللون الأخضر نادر. أظن أنني لن أجد شيئاً حتى للجلوس في غرفتي. ما زلت أبحث عن شيء بلون أخضر. مانيا، ما هذا؟ إنه هل تحتاجين إلى المساعدة؟ نعم، هذا لسريري. دعيني أحزر، سرير أحمر؟ نعم، سرير أحمر. حسناً، ساعدني. بكل سرور، كما كانوا يفعلون قديماً. لا أعرف ماذا سأفعل بها، لكنها صفراء. وهذه أيضاً لا أعرف ماذا سأفعل بها. سأخذ هذه لأنني أحبها. أعتقد أنني انتهيت من هذه الغرفة. وماذا لدينا؟ أوبس، لم أرى شيئاً هنا. أوه، مرحباً مانيا. مرحباً. كم أنت محظوظة، لا يوجد شيء أخضر. أين الأخضر؟ أين الأخضر؟ زهري. طاولة. وجدت مانيا طاولة زهرية. سوف أخسر بالتأكيد. ماذا لو لونت شيئا ما هنا؟ متابعينا، هل ستنتبه برأيكم؟ مانيا، سأخذ هذا الباب. لا، كنت أمزح. وجدت الكرسي. شكراً على المساعدة. توجد شجرة خضراء ولا أستطيع أخذها. سمكة القرش، وحقيبة اليد، وحقيبة الظهر، خذيها معك. أوه، وهذه أيضاً. لا يوجد أي شيء أخضر على الإطلاق. أوه بابا، بابا خذ هذه. ماذا؟ انظر. كتاب، كتاب أخضر. انظري كم لديك أشياء، وأنا لدي كتاب فقط. لكن حسناً، سأخذه. بابا.
تريدين المساعدة؟ هيا. ماذا عن الكرسي؟ لم يتبقى الكثير من الوقت، علي أن أسرع. ماذا يمكنني أن آخذ؟ طاولة. لنجعلها أصعب على فانيا. مسحة صغيرة. فانيا كان محظوظا مرة أخرى ووجد أشياء زرقاء. علي أن أحاول أكثر لجعل غرفتي الأفضل. كرسي، أعتقد أنه رائع. ما هذا؟ إذا عرفتم أخبروني في التعليقات. سأخذ هذا الكرسي، ربما ذاك الكرسي أكبر. هذا الضوء مصنوع من الكرتون. سأستخدمه للتزيين. سأضعها هنا. أحمر. واو، كتب، سوف أقرأهم. لقد انتهيت من هنا. لدي فكرة. أوبس. الباب مقفل. من الذي أقفل الباب؟ ما الذي حدث؟ لماذا قفلت الباب؟ لم أغلق الباب. No way. من الذي قفل الباب؟ لا أعلم. هل أنت بخير؟ هيا بنا. هل وجدت شيئا؟ نعم. انظر ماذا لديك. هذا رائع، ممتاز. الكثير من الأشياء الحمراء. نعم، ولدي هاتف. هاتف؟ أظن أنه لفانيا. لكنه أحمد. حسنا، إذن لي. هيا بنا. وأخيراً وجدت شيئاً ما هنا. مرحباً. وأخيراً لقد وجدت شيئاً أخضر. طاولة. واو. وكرسيان. حقاً رائعة. واو. هل هو فستان؟ هذا للبنات. Excuse me. ما هذا؟ ربما فرشة، قارب، لا أعلم. إنها زرقاء، سوف أخذها. لا أحتاج هذا. لدي فكرة، كدت أن أنتهي. لكن هذا مستحيل. حسناً. أرى أصفر. ستكون هذه ممتازة، سأضع كل أغراضي عليها. الكثير من الأصفر. لقد انتهيت من هنا. أوكي. الأخضر، أين أنت أيها اللون الأخضر؟ بينك
يا له من يوم لم أستطع أن أجد شيئا أخضر لأزين به غرفتي. واو، يا له من شيء رائع، إنها خلفية خضراء. لا يعرف الأطفال ما بإمكاني أن أفعله بها. إني سعيد جدا. زهري، ستكون رائحة غرفتي جميلة. زهري، ويمكنني التلوين. أوه، ملصقات، أستطيع الرسم عليهم. مخدة ليست حقيقية. واو، رائع. حسناً، سأنطلق. لدي كتاب. الكتاب مفتاح العلم. لدي الأفضل، عندي كرسيان. مع الأسف لم أجد شيئاً لأنام عليه، فسوف أنام على هذا الكرسي. بيت العلم. القطعة الرئيسية، الخلفية الخضراء. بابا، أحتاج مساعدتك. ماذا؟ هذه الطاولة. لا أستطيع، ثقيلة. إنها ثقيلة. أمزح. حسناً، هل ساعدتني برفعها؟ لأنها ثقيلة. كوني حذرة. هيا. أنام هنا. أنا أبني سريراً لي. يا لها من غرفة مريحة، أفضل مكان لقراءة كتاب عن الخنازير، لكنه كتاب للأطفال. حان وقت الخدعة، دعوني أريكم. هل أنتم جاهزون؟ 1، 2، 3. Okay, here we go. ماذا؟ الآن فهمت، يجب أن أضع لوناً آخراً في الخلفية. لا يوجد مساحة كافية، سوف أزيل هذه. والآن سوف أنفخ هذه بهذه. سوف تأخذ الكثير من الوقت. أنا سعيد بالنتيجة. سأملأها بالماء وسأكون قد انتهيت. بابا، هذا ليس لونه. لوني هو الأزرق. لا، هذا ليس ما تراه فعلا. أحتاج المزيد من الماء. اكتشفت أن لدي جيتار
في غرفتي. ترا تادا. اوكي هير وي جو. يا رفاق هل انتهيتم من غرفكم؟ نعم غرفتي جاهزة، تفضلوا. أولاً لدي هذا البشار، لذيذ جداً. ثانياً لدي طاولة كبيرة، يمكنني الجلوس هنا وأفعل ما أشاء. بركة سباحة كبيرة جداً ومسدس المياه، ولدي هذا الكرسي وهذا الدولفين الصغير، ظريف جداً. كتب، وهذه هي خزانتي وبطريقي. إنه بطريقي. انتهيت. أليس جاء دورك. أهلا وسهلا، هنا لدي هذا الحائط الجميل. واو. وهنا لدي هذا الكرسي الجميل. وهنا لدي بعض المخدات، اثنتان صغيرتان وواحدة كبيرة، ولوح تزلجي هذا أحبه كثيرا، ولدي الكثير من الحلوى. انتهيت. هل قلت الحلوى؟ نعم الحلوى للجميع. هل يمكننا الحصول على بعضها؟ حلويات بالطبع. لذيذة، شكرا لك. لذيذة. ماذا عن غرفتك؟ غرفتي؟ إنها الأفضل. غرفتي هي البوابة لأي مكان في الأرض. انظروا، واحد، اثنان، ثلاثة. واو. انظروا، هل رأيتم؟ غرفتي هي الأفضل. انتهيت من غرفتي. هنا لدي كتب. كرسي وسرير ليجو وحلوى من أليس، هاتف فانيا، نحن نبدل، إنه لي الآن، مخدات، مروحة، ولدي حقيبة، وهنا واحدة أخرى، وهنا أقلامي وألواني، فرشاة وملصقات وفرشاة أخرى، ولدي أيضاً مفرقعات الألوان. جاهزون؟ نعم. ثلاثة، اثنان، واحد. أيها المتابعون، اكتبوا لنا في التعليقات من لديه الغرفة الأفضل. فانيا، أليس، مانيا، أو بالطبع غرفتي. صوتوا لي رقم 4. إنها ليست خضراء. لا بأس. صباح الخير. هيا لنرتب سريرنا. نظف أسناننا. أها. 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 أسناني نظيفة. وقت الإفطار الآن. نعم. أريد المزيد. حسناً.
شكراً لبيب. والآن سننظف. انتهيت. هل تريد أن نلون؟ نعم. علي أن أغسل الملابس. رائعة. تفضلوا. من يريد البوشار؟ أنا.